للمزيد حول هذا الاجتماع وابرز ما دار فيه ينضم الينا على الهواء مباشره اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. سياده اللواء اهلا بحضرتك، ابرز النقاط او ابرز التوجيهات بالاحرى التي اطلقها رئيس الوزراء للمحافظين كل في حدود محافظته. هو طبعا في بدايه كل سنه طيبين وكل سنه المصريين كلهم بخير، وان شاء الله ربنا يجعله عيد اضحى على مصر الام الاسلاميه بالخير والبركات ان شاء الله. هو كان النهارده من ابرز التوجيهات اللي خدناها من دوره رئيس الوزراء ان احنا استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الاضحى المبارك، اجراءات اللي بتتخذ لتوفير جميع السلع التموينيه والسيطره على الاسعار في الاسواق، التاكد من تنفيذ الاضاحي بالطرق السليمه والامنه لجميع المواطنين، بالاضافه ان احنا بنتاكد من وجود مستوى النظافه في المحافظات لاستقبال عيد الاضحى المبارك. طيب سياده اللواء، واقع محافظه بورسعيد وحضرتك اولى الناس بالحديث عنها، كيف بدات محافظه بورسعيد قبل ايام او قبل اسابيع بالاحرى استعدادا لعيد الاضحى المبارك ونحن بتنا على مقربه منها؟ احنا من الاسبوع اللي فات عملنا اجتماعات على مستوى رؤساء الاحياء وعلى مستوى جميع الاجهزه التنفيذيه في المحافظه والاجهزه الامنيه، وخصصنا اكثر من 8 ساحات صلاه مفتوحه للمواطنين، واهتمينا بصيانه الشواطئ لاستقبال الزائرين في طول موسم العيد ان شاء الله، بالاضافه ان احنا رفعنا درجه استعداد المستشفيات ومرفق الصرف الصحي ومياه الشرب، بالاضافه ان احنا نسقنا مع وزاره الداخليه بالنسبه للمرور وبالنسبه للحمايه المدنيه ان شاء الله. سياده اللواء، محافظه بورسعيد شانها شان باقي محافظات القناه على مدى السنوات الثلاث الماضيه، ينظر اليها بانها محافظه من المحافظات المحظوظه بحكم جمله المشروعات التي اما ان محافظه بورسعيد بنفسها تستقبل احد هذه المشروعات او بان المشروع بذاته حتى وان لم يكن في نطاق محافظه بورسعيد فانه سيؤتي ثماره حتما على المحافظه، كيف تتعاملون مع جمله المشروعات هذه وكيف انعكست على واقع محافظه بورسعيد؟ لا، وانا اقول لحضرتك فانا في تاريخ 14 نوفمبر 2015 سياده الرئيس دشن مشروعات تنميه شرق بورسعيد، وكان في المرحله ديت بورسعيد هي قاطره التنميه، واطلقنا حلم بكره من خلال هذا اليوم، يوم 15 نوفمبر 2015. النهارده الحلم بيتحقق، عندنا في شرق بورسعيد قاطره التنميه، عندنا اكبر ميناء محوري بيتعمل في الشرق الاوسط بطول ارصفه 5.5 كيلو، عندنا اكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع بيتم تنفيذ حاليا المرحلة الأولى منها 16 مليون متر مربع، بالإضافة أكبر منطقة لوجستية على مساحة 30 مليون متر مربع، ده يخدمها مجموعة أنفاق عملاقة عند الكيلومتر 19150 دلوقتي، الحفار تحت القناة دلوقتي إن شاء الله، مصر كلها تنعم بهذه الإنجازات إن شاء الله في 30/6/2018، بالإضافة للكوبري العائم اللي كان حلم كل المواطنين بورسعيد يربط بين مدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، ده كوبري على أعلى مستوى تم تنفيذه بواسطة هيئة قناة السويس، واللي بورسعيد كلها تنعم بيه وأهلها، حلم بورسعيد من 50 سنة اتحقق في أقل من 6 شهور. بالاضافه ان الاعمال اللي بتتم في اعمال التطهير اللي بتتم في بحيره المنزله كان حلم بيراود كل المواطنين في مصر كلها، عشان بحيره المنزله من ضمن 8 بحيرات الموجوده في مصر، وبحيره المنزله لها تميز ولها طبع خاص عشان بتلجأ لها الطيور المهاجره اعتبارا من شهر 9 و10 من كل انحاء العالم، فالحمد لله احنا بقالنا 3 شهور شغالين في اعمال تطهير، الحمد لله المايه المالحه بدات تدخل بحيره المنزله، بدا يحصل تعادل في مستوى المياه، بدأت أعمال تطهير، أهالينا في بورسعيد والمدن المتشاطئة على بحيرة المنزلة سعداء جدا بأعمال التطهير. طيب سيادة المحافظ، رئيس الوزراء عندما يتحدث اليوم في اجتماعه مع مجلس المحافظين يتحدث عن خطة أو استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد، ما هي ملامح هذه الخطة إن كان الحديث قد تم عنها بشكل مباشر، وحجم الكلفة التي يتحملها الاقتصاد القومي نتيجة هذا الفساد؟ هي محافظة بورسعيد دخلت المنظومة بقالها أكثر من 3 شهور مكافحة الفساد، إن إحنا عايزين نخلي المواطن يتعامل آليا من خلال المنظومة بتم تنفيذها بواسطة وزارة الاتصالات بالتنسيق مع وزارة التخطيط، إحنا عندنا ولادنا الموظفين بيتدربوا حاليا
في خلال هذه المرحلة. وكان كان هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه بين عدد من المحافظات إن شاء الله كانت من بينها محافظة بورسعيد وبين وزارة الاتصالات أعتقد قبل نحو أسبوعين مع الوزير ياسر القاضي. الكلام ده فعلا تم من اسبوعين كان نعم. في وجود معالي الوزير ياسر القاضي ومعالي وزيره التخطيط، والحمد لله بورسعيد من ضمن المحافظات اللي هي داخله المرحله الاولى. بورسعيد ان شاء الله هتتميكن اليا باعتبارا في شهر 10. وبحب اطمن حضرتك عندنا وزاره العدل المحكمه بورسعيد والشهر العقاري اتميكنوا ودخلوا الخدمه خلاص ان شاء الله. النظام الحكومي اعتبارا من شهر 10 ان شاء الله كمحليات هتخش نظام الميكنه. هذه الآلية هي الأبرز التي تم وضعها من قبل رئيس الوزراء أو المحور الأهم في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد، ولا هناك جملة من الإجراءات ربما يكون على رأسها ميكنة العمل في الجهاز الإداري للدولة؟ هي ميكنة العمل بتعتبر أحد الإجراءات اللي بتتخذ اللي احنا بنتخذها الحكومة عشان نقضي على الفساد في مصر بصفة عامة. من ضمن الإجراءات ديت ان احنا بنميكن الانظمة الحكومية بحيث التعامل مع المواطن من خلال آلية المنظومة الحكومية، بالإضافة للإجراءات اللي بتتخذ من جميع الإجراءات الأمنية اللي بتتخذ من أطراف أخرى. من واقع النقاش دورات تدريبية بيتم تنفيذها للموظفين. من واقع النقاش الذي دار في اجتماع مجلس المحافظين حول هذه الجزئية باعتبارها كانت على ما بدا لنا محورا مهم من محاور النقاش وضع خطة متكاملة لمكافحة الفساد، هل هناك خصوصية للفساد بين قوسين من محافظة لأخرى، ولا طبيعة الفساد يبدو واحدا باعتبارنا أننا نتعامل مع جهاز إداري واحد بمكونات واحدة؟ والله يا فندم هو سلوك ده كان متوارث بقاله سنين أكثر من 50 سنة. فالحمد لله أن احنا دلوقتي بدأنا إجراءات من سنتين، الإجراءات دي حدت من أعمال الفساد إلى حد ما. دلوقتي بنحاول نقضي تماما بما كانت المنظومة الحكومية عشان يبقى نخلي تعامل المواطن من خلال آلية المنظومة مش من خلال موظف أو آخر. مسألة التأكد من توافر السلع بشكل عام بعيدا عن استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، كيف كان النقاش فيها؟ كيف كانت طمأنة رئيس الوزراء للمحافظين بأن هناك سلع، تحديدا السلع الاستراتيجية وحجم الأرصدة الموجودة لدى الدولة؟ الأرصدة يا فندم الحمد لله كلها عندنا بتكفي لحتى 30 يوم في محافظة بورسعيد، بالإضافة أن عندنا متوفرة جميع السلع التموينية. احنا في محافظة بورسعيد ما عندناش أدنى مشكلة تموينية، بالإضافة أن احنا عندنا في محافظة بورسعيد عندنا محطة تسمين للعجول بنتم الذبح الآلي من خلالها، وسعر الكيلو اللحمة البلدي ب 90 جنيه وده سعر منافس جدا لجميع بالنسبه للاسواق اللي بره. نعم، سياده اللواء، اذا كانت كما ذكرت حضرتك محافظه بورسعيد عاد اليها بريقها مجددا او جزء من بريقها المفقود منذ عامين تقريبا، هل هناك خطه من واقع حديث رئيس الوزراء او عدد من الوزراء المعنيين بان هناك محافظات اخرى سيما المحافظات النائيه في صعيد مصر وفي غرب مصر يمكن ان تدخل في ذات الاطار الذي دخلت فيه محافظه بورسعيد؟ محافظة بورسعيد يا فندم تبقى من الخطة الموجودة للحكومة بتشتغل على المحورين. أول محور إن احنا بنشتغل على مناطق لوجستية موجودة في كل محافظة، إن احنا بحيث نقلل الوسيط ما بين المزارع للمستهلك على طول. فدلوقتي الحمد لله بيتم إنشاء منطقة لوجستية في محافظة بورسعيد عشان نشيل الوسيط اللي من النص عشان نتأكد إن السلعة وصلت للمواطن بأقل سعر، ده رقم واحد. رقم اتنين، بورسعيد الحمد لله بتتحول دلوقتي من مدينة تجارية إلى مدينة صناعية بالمقام الأول، بالإضافة للمدينة التجارية، بالإضافة إن بورسعيد دلوقتي بتتحول لمدينة سياحية، والحمد لله إحنا نجحنا إن احنا نحطها على الخريطة السياحية لمصر وللعالم، والحمد لله نتيجة الإجراءات اللي تم تنفيذها عندنا الفنادق حاليا دلوقتي نسبة إشغال 100%، بننشئ فنادق جديدة، بنضيف قرى سياحية لمحافظة بورسعيد، بنوسع الظهير لمحافظة بورسعيد من اتجاه الغرب أو من اتجاه الشرق. مدينة بورسعيد الجديدة اللي بيتم إنشائها غرب بلوزة دي مدينة على أعلى مستوى هتضيف لبورسعيد قيمة وقامة فيها إن شاء الله. سيادة المحافظ، أخيرا، بورسعيد كما ذكرت حضرتك ربما هناك محاولات لأن تخطو خطوات نحو أن تذهب لتصبغ بالصبغة الصناعية جنبا إلى جنب مع الطابع التجاري، لكن الطابع التجاري كان هو المميز الأكبر لمحافظة بورسعيد على مدى سنوات قبل أن تمارس بشأن هذه المحافظة بعض الممارسات على مدى العقد الفائت. كيف يمكن أن يعود الطابع التجاري مجددا إلى محافظة بورسعيد، وهل تم اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك؟
مع السياحه، مع انتشار السياحه فندم، هيروح هيعود الطبع التجاري تاني. بس في حاجه لازم كلنا نعرفها، بورسعيد لما صدر قرار الجمهوري بتحويلها الى مدينه حره، كان في التوقيت ده كان مصر كلها خارجه من انتصار اكتوبر العظيم، وكان استعاده كرامه الامه العربيه كلها، وكان لا صوت يعلى عن صوت المعركه. الحمد لله بعد حرب 73 وانتصار العظيم اللي حققه الجيش المصري في 73، كانت هديه بورسعيد اتحولت لمدينه حره. كان 27 محافظه يا فندم، كان بيجوا 26 محافظه بيجوا بورسعيد عشان يشوفوا شكل المدينه الحره ايه، وشكل المنتج اللي هو المستورد شكله ايه، وكان حصل رواج تجاري غير طبيعي. طب لما المصانع المصريه بدات تنتج وتشتغل وتنتج سلع منافسه سواء في الجوده ولا في السعر للمنتج الاجنبي، فبدا خلاص بدا الاستهلاك او بدا التجاره الخارجيه اللي تيجي من خارج محافظه بورسعيد لداخل محافظه بورسعيد بدات تقل. ليه بقى؟ المنتج متوفر في جميع محافظات مصر. من هنا حصل انكماش في الاعمال التجاريه وبدا تصعيد في اعمال الصناعه. يكفينا فخر يا فندم ان محافظه بورسعيد بتصدر اكثر من 42% من الملابس الجاهزه لمصر كلها. مدينه بورسعيد، محافظه بورسعيد بتصدر لسوق اوروبا المشتركه والامريكا. ان الملابس اللي احنا بنصدرها بره بيجي المستورد بيجي يستوردها من بره، بيجي يستوردها من بره تاني ويدخلها مصر. لا، بورسعيد لها اسم عالمي كبير جدا، مصانع بورسعيد بتصدر لجميع دول العالم في الملابس الجاهزه. يكفينا فخر ان احنا حجم الملابس الجاهزه، تصدير الملابس الجاهزه في مصر، بورسعيد بتاخد النصيب الاكبر 42%. اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد منضما الينا على الهواء مباشره، شكرا جزيلا لك.